اهلا بيكم كل اللي بيتابعوا التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، معاكم شروق وجدي، ولسه بنتابع معاكم كل اللي بيحصل في الوسط الفني من اهم الاحداث، ولسه بنواصل لقاءاتنا مع نجوم الفن والطرب اللي دايما بيقدموا كل جديد على الساحه الفنيه. النهارده معايا نجم مختلف شويه، نجم الغنى الشعبي والمهرجانات، واللي كان الحقيقه مستحوذ على ماراثون دراما رمضان 2021 بصوته، عمر كمال، واللي هنعرف منه خلال لقائنا معاه كل الكواليس لكل الأعمال اللي ظهرت في رمضان 2021 وكل جديد لسه هيقدمه. أهلا بيك يا عمر، اهلا منورني في بيكي، تلفزيون يوم السابع، ربنا يخليك يا وإيه رب. النجاح الفظيع والجميل ده؟ الحمد لله، والله كل طيبين وده بيك، والله الحمد لله. يعني ربنا كرمني في رمضان ده وعملت اكتر من عمل كويس الحمد لله. أكتر من عمل، تعالى نعدهم مع بعض بقى. ها يلا واحد. عدهم. عملت تتر النجم علي ربيع احسن اب، وعملت اغنيه جوه مسلسل النمر مع النجم محمد عادل امام، طبعا طبعا وباركه طبعا النجاح الكبير. وعملت طبعا، عملت بقى، كنت بغني في افراح كتير قوي. عملت مع النجمه الكبيره الاستاذه اسماء عبد العزيز طبعا، والنجم احمد العوضي في اللي ملوش كبير، وعملت للنجمه غاده عبد الرازق، وعملت للنجمه الكبيره طبعا برضو روجينا، وعملت طبعا اللي انا يعني مبسوط جدا انا شاركت في حاجه زي كده، مسلسل اختيار اغنيه دعائيه. طبعا. و ايه تاني؟ لا عملت تاني برضو كتير، عملت احكي لي بقى عن الكواليس، لحقت تشتغل عليهم كلهم؟ بصي، انا رمضان اللي فات انا شايف ان انا اتظلمت شويه، كنت ناجح وكنت موجود الحمد لله وليا نجاحات، بس ممكن كان في ناس واخده عنك فكره مثلا انت مطربه مهرجانات بس، فممكن ما نرشحكيش في حاجه كبيره او كده، وفي ناس لسه ما خدتش بالها من صوتك، يعني حاجات كتير جدا. انا قبل رمضان ده بثلاث اربع شهور عملت ورشه كده، وعملت استوديو خاص بيا، وبدات لو انا ليا سكه في كل مسلسل مثلا اعرف القصه بتحكي عن ايه، او اتواصل مع الناس. وفي ناس من رمضان اللي فات انا كنت مكلمهم، محترمه جدا، الناس محترمه، ورمضان ده قالت لي يعني ما حالفكش الحظ، فاحنا نظبط على رمضان اللي جاي. يعني مثلا الاختيار، انا قدمت اغنيه حلوه، اغنيتين، في اغنيه منهم اتقبلت السنه اللي فاتت، كانت بتاعت هرم في الحلقه بتاع الاخيره او الحلقه 28 او كده، والاساسا طبعا ما اتاخدتش عشان هم خلاص كانوا قفلوا واختاروا، كانوا هم يعني كان في مزيكا تصويريه، وكان النجمه الكبيره الفنانه اصاله عملت بس اغنيه في اخر مسلسل او كده. السنه دي عرفت ان هو الموضوع بيحكي اكتر عن الشرطه. وعملت اغنيه هنلبس عساكر بنسختين، مره للجيش ومره للشرطه، باسم الجيش واسم الشرطه، قدمتها لحزب مستقبل الوطن طبعا، ميديا اللي هو مسؤول عن الاوديوهات او تنفيذ الاوديو بتاع المسلسل كله، والحمد لله هم اختاروها واشتروا كمان حقوقها، وبتذاع كمان يوميا ونادى عليها المسلسل نزلوها، وكمان بتذاع يوميا على قناة المحور. طب مش هنسمع حتة من الأغنية؟ نقول يلا بينا. كنا بنقول ايه بقى؟ لو بقيت عمرك هتقتل ولا هتفجر كماين، احنا هنزيد مش بننقص، مش مصدق شوف وعاين، لو بقيت عمرك هتقتل ولا هتفجر كماين، احنا هنزيد مش بننقص، مش مصدق شوف وعاين، انت شكلك مش مذاكر في التاريخ يا رخيص يا فاجر، لو هتقتل كل جيشنا شعبنا هيلبس عساكر، شعبنا هيلبس عساكر. احساسك حلوة قوي يا عمر، ربنا يخليك يا رب. حقيقي. طب ما نسمع انت معلمة بقى بالمرة. انت معلمة في الشياكة والأناقة، نظرة منك أقوى طاقة، واخدة جايزة في اللباقة، بنتي ناس متعلمة. انت معلمة برنسيسة وبنتي باشا، دي بقلاوة لأبو غاشا، عملت على قلبك كماشة، بقها قد السمسمة. خلينا نروح لفقرة، فقرة جريئة جدا، ماشي، وهي فقرة كلها صراحة، زي ما قلت لكم في أول اللقاء عمر هيبقى صريح جدا تمام، وهيتكلم من قلبه جدا. والفقرة الأولى اللي معانا اسمها فقرة ضرب نار. ماشي، جاهز؟ ماشي جاي. عمر، بتتضايق لما حد بيقول إنك مطرب مهرجانات أو بيقدمك بمطرب مهرجانات؟ في أوقات، في أوقات بتضايق. ليه بقى؟ بحس انه ان عشان في ناس نظرتها للمهرجانات نظره وحشه جدا، دوت عيال من الشارع وعيال هلس او عيال ما لهمش لازمه او بتوع وقتهم، دوت بتجيبهم في الافراح بس كده هيصونا.
زي بوستات انتشرت كتير جدا ساعة نقل الموميا مومياوات. ال اه الموكب المومياوات ده، ان كتب بوست هو فين اصل، فين بيكا وحسن وعمر وساس ومحمد رمضان وفلان علان مدينة مصر، مش الزمالك ومصر مش جاردن سيتي، مصر امبابة ومصر الوراق ومصر عين شمس ومصر جاردن سيتي، دي مصر كلها، مصر مش بتاعت الناس دي لوحديها على فكرة. يعني انا واحد من الناس من حق احلم ومن حق اغني، لو كنت بغني شعبي او بغني مهرجانات او بغني ستايل، بعبر عن لون في مصر، عن طائفة في مصر، في ناس ما دخلتش تعليم زيك او مدارس اجنبي زيك، يعني عشان تيجي تقول هما فين، لا كل واحد وليه مكانه. طب ما انا كنت من 8 سنين عسكري وبنزل الشارع بحميك، وانت كنت نايم في بيتك تحت البطانيه، وانا كنت واقف في ميدان التحرير بحميك، ما انت كنت بتسقف لي، كنت كويس يومها. ما انا وانا برضو عمر بتاع المهرجانات، هو عمر اللي كان بيغني للاختيار، هو عمر اللي كان بيقف في الشارع يحميك، هو الكلام ده كله. يعني لا كل واحد وليه وظيفة شايفه اتهام؟ من بعض الناس، من بعض الناس، بس ما انا بقول مصر بتاعتنا كلنا، مصر مش بتاعت حد لوحده. بس انت ما اتشهرت برضو يا عمر، يعني ناس بتسمعك من قبلها، تمام، بس لما اتشهرت بالمهرجانات. او رزقي او اعمل ايه، تعتبي عليا ليه؟ ما تعتبي على الناس، وانا كنت بغني بالسمن البلدي بقالي 15 سنه 14 سنه من عمري، ايه موضوع السمن البلدي؟ يعني بغني بالسمنه البلدي، يعني بغني حلو يعني وبسعى وكان ده، يعني حد يقول لي بغني بالسمنه البلدي عادي، يعني بغني مظبوط يعني، بس ما جاش الحظ غير في المهرجانات. اعمل ايه؟ يعني هو ذوق الناس اللي اتغير، انا بغني للناس، نفس الناس اللي هم بيشتموني، انا كنت باخد فرقه محترمه عباره عن 15 20 فرد واروح لهم الفرح، فاهم وجهه نظر، محدش بيسال فيكي، ولا كان بيغني بعديها مطرب مهرجانات كان الفرح كله بيقوم له، كنت انا بقف في الفرح اغني، يجي على الصغير يقول لك اصل احنا عايزين مهرجان بعد اذنك مش عايزين اغاني دي، طب انا ذنبي ايه؟ يعني انا ذنبي ايه؟ انا بغني للناس والناس ذوقها اتغير، فاهمه وجهه نظري؟ فانا بمشي، انا شغلتي اللي انا بسعد الناس، فاللي الناس عايزاه انا بقدمه لها، وانا ربنا وهبني ان انا بعرف اغني الاثنين بقى، انا بعرف اغني مهرجانات وبعرف اغني عادي، عايز تهرب من حتة المهرجانات؟ مش عايز اهرب منها، يعني عايز تخرج بره بس السوق عايز ده؟ اقول لو في حد بيسيء للمهرجانات مش كله كده، لو في حد بيسيء للمهرجانات مش كله كده، لما بقول لك بشوف بوستات زي اللي شفتها دي بتضايقني جدا نفسيا، بحس ان انا غريب عن البلد، لا انا مش غريب ولا حاجه عن البلد. يعني انت عمر بيشوف ان هو بيقدم مهرجانات هادفة. مش هدفع، انا بقدم حاجه كويسه للناس، ما انت في فرحك بتجيبيني، في عيد ميلادك بتجيبيني، ولما اكون ناجحه بتجيبيني في مناسبتك، دلوقتي ببقى وحش في حاجات وحلو في حاجات، مش فاهم. طيب خلينا نروح لحتة تانية. ماشي. عمر من وقت للتاني بيظهر فجأة على السوشيال ميديا ان في اشتباكات بينه وبين اي حد من بس زمان، احنا بطلنا الحمد لله الكلام ده من زمان. بس كان موجود لحد قريب. ماشي. هل ده غرضه ترند؟ لا قلت قبل كده غرضه 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 مش كده، اولا بطلنا ده وقعدنا مع بعض وبدأنا نفهم بعض ان ده غلط، ولو في حاجه تتحل ودي مش كل واحد يطلع، وبعدين على فكره بنشوف ده برضو الايام دي، خناقات وحاجات وممثلين بيتخانقوا، حاجه طبيعيه جدا بتحصل على فكره، يعني احنا حياتنا بقى سوشيال ميديا وحياتنا بقت ميديا، واديك شايفه احنا في اليومين اللي فاتوا دولت، لما مثلا تلاقي مثلا مخرج مثلا اتنحى من حاجه او في ناس استبعدته، وفي ناس تانية بتخش ممكن تعمل معاه مشكله، اللي كانوا عاملين معاه مشكله او بتاع بيتضايقوا يتكلموا عليه، او ده بيتكلم على ده، او في مشكله في مسلسل تلاقي ممثله، طب ما ده بيحصل على فكره. طب خليني يا عمر اصغر الدايره شويه. ماشي. مشكلتك الاخيره مع سعد الصغير، قلت له تاريخك كله ما يجيبش مشاهدات عود البطل لوحده. رد عليه، يعني رد على الموضوع ده، ليه قلت كده؟ لا انا مش هرد بقى على الموضوع ده، انا لما دخلت المقر المحترم ده بتاع جريده كبيره جدا، شفت ان انتوا معلقين اشكال كتير جدا من المجتمع على الحيطان، علماء ورؤساء وناس كلها محترمه، وشفت هنا الاستاذ عبد الحليم والاستاذ محمود المليجي والاستاذ عاطف حسني، انتوا حاطين صورهم ليه؟ عايز اعرف بس اللي بتشرفوا بيهم قيمة وقامة بس، حلو وتاريخ. جدا. الاستاذ عبد الحليم حافظ اللي انتوا معلقين صور ده ليه تاريخ؟ أكيد بس طبعا. هل ينفع زي الصغير اقول لك مفيش مطرب ليه تاريخ؟ كلنا بنغني ورقصات. انا اولا هرجع بقى لنفس النقطه عشان ايه اقول لك انا بدات البدايه دي ليه؟ في مداخله من المداخلات انا بكلم المذيع بقول له حضرتك سعد الصغير طلع
غلط فينا مع مذيع، قال لي دوت عيال بيعملوا اغاني ب 2 جنيه وما لهمش تاريخ، لو مش جنبي في الشارع محدش يعرفهم. فانا بقول له لا يا سعد احنا عملنا، ده بيتكلم عليك انت. انا وحسن وبيك. فقلت له لا احنا يا سعد عملنا 1 2 3 4 دي شويه نجاحات من اللي عندنا، شوفي ما قلتش تاريخ على نفسينا، عشان احنا لسه بدري على كلمه تاريخ، وان شاء الله نعمل تاريخ كويس مع الناس. اوكي، عشان في حاجه اسمها تاريخ، مش حاجه اسمها تاريخ، يعني في حاجه اسمها تاريخ، ما فيش حاجه اسمها مفيش حد ليه تاريخ، لا، اي واحد ليه تاريخ، ليه كده، ليه فيدباك كده، عمله سواء حلو او وحش. اوكي، وعشان انا بحترمه فقلت له ايه بقى، وما ينفعش اقول على تاريخك اللي انت عملته كله ما يسواش حاجه زي عود البطل. مش هقول لك بنت الجيران، عشان بنت الجيران كبيره عليك، فعود البطل دي اللي عمل 470 مليون، ما او 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 حتى شمس المجره اللي عامل 150 مليون، ما ينفعش اقول اغانيك كلها ما تجيبش حقها يعني. فانا بحترمه، بقول لك ما ينفعش اقول على تاريخك عشان هو ليه تاريخ. هو بقى ما بيحترمش في تاريخه، قال لك ايه، ما فيش حد عندنا تاريخ ليه تاريخ، لا اتكلم عن نفسك انت. انت تاريخ حافل في الرقصات انت، مش انا. وفي مطربين شرفوا مصر، ده دي كانت الناس كانت ام كلثوم بتتبرع للجيش من اجل حفلاتها عشان تصليح الجيش المصري. ده في ناس بتيجي لمصر عشان رؤساء دول وشعوب بتعشق مصر من ام كلثوم. يعني انت بتوصل الكلام ده لسعد؟ بوصله لاي حد بيستهون بقيمه فنان كويس او ناس عامله تاريخ. طب ما انا النهارده انا قلت حاجات كويسه، انا قلت غربه وقلت ابويا وقلت ما غنيتش ورقصات بس، سبحان الله. وبعدين الغنى ورقصات مصر كلها غنت ورقصات، بس انت برضو اسمك جه عمر مع رقصات. ايه المشكله؟ طب ما روش ده بقى كان متجوز رقاصه، سبحان الله، ورش ده بقى كلكم بتتباهوا بيه، كان متجوز ساميه جمال، ايه المشكله يعني؟ مش فاهم، ما هو حلو حاول يتغنى مع رقصات، ايه المشكله برضه؟ انت عارف ان سعد الصغير ليه حق الرد، يرد زي ما هو عايز بقى. انا قلت اللي عندي، والكلام ده يعني انت ردا على موضوع سعد الصغير. ايوه ردا عليه، ما هو مش هو بيقول لك احنا ما عملناش تاريخ، احنا كنا بنغني ورقصات. اتكلم عن نفسك، ما تتكلمش عن غيرك. فيش مطرب ليه رقصات؟ لا، في مطربين ليهم رقصات، وفي مطربين في مصر قدرهم من قدر العلماء. مجدي يعقوب الراجل ما فيش حد يتساوى بيه في حتته، وام كلثوم ما فيش حد يتساوى بيها في حتتها، وده شرف مصر، وده شرف مصر على فكره. وعبد الحليم وعبد الوهاب مع حفظ الالقاب ونجاة وكل الناس العظيمه الكبيره. انا هاخد من ردك ده واسالك سؤال تاني. قولي لي، دايما عمر كمال مندفع في الرد، اللي لا مش مندفع، في مندفع واحد طالع يهزقنا كلنا، هو ما هزقنيش انا بس على فكره، على السوشيال ميديا او معلش مش بتكلم على سعد بس، امال ايه، انا بتكلم بشكل عام. عمر كمال انا بحترم مهنتي، كلمه لا بيرد عليك. انا ما رديتش معلش بس عشان هو عايز بس اشيل كلمه ما هزقنيش، عايز اقول اللي هو ما اساءش ليا، ده اساء لكل فنان في مصر. يعني قصدك انه اساء لكل فنان في مصر انه قال بان انتوا مالكمش تاريخ، مظبوط؟ لا بقول لكم ما فيش فنان ليه تاريخ، احنا غنوا ورقصات، يعني يعني ما فيش فنان ليه تاريخ، يعني ما فيش فنان مالوش تاريخ، ما انا بقول لك اهو، يعني ايه التاريخ ده للعلماء بس، لا مش للعلماء بس. يعني انت بتشوف ان سعد الصغير ليه تاريخ؟ لا هو سعد صغير ملوش تاريخ، هقول لك اكدب عليكي، بحبك يا حمار. ايه 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 تاني؟ بحبك يا حمار. والله انا ما اعرفش ليه اغاني غير كده، بس خليني اقول لك ان سعد طلع واعتذر قبل كده. انهي مره بقى؟ هو طلع اعتذر بعد البرنامج اللي هو مع المذيع العراقي وبتاع العراق، ما كل مره بيقولوا يعتذر، ما اللي هو بيعتذر في البرنامج بس ولا بيعتذر؟ بيعتذر قدام الكل. يعني انت تشتميني في شارع وتصالحيني في حاره وما تتكلمش عن غيرك، تقول لهم اللي انتوا ما لكمش تاريخ او انتوا بتوع رقصات. بجد بنشوفك ساعات على السوشيال ميديا، حد بس يكتب كلمه كده تروح ردد عليه بسلم من الكلام. انت برج الايه؟ الميزان. وبرج الميزان سعيدي. سعيدي دم حامي، ما بحبش حد انا يغلط فيا. طب يعني ايه مبرر انك بتتعصب يمكن بسرعه؟ انا واحد محترم وفي حالي، انا واحد محترم وفي حالي، ما حدش يجي على سكتي عشان انا ما باذيش حد. انا ما باجيش على سكه حد، انا راجل في حالي. يعني انا ما اسأتش ليك وما طلعتش شتمتك، انت اللي تيجي تنكشني. كل واحد ليه اواني يا عم سعد. الله، احنا دلوقتي وقتنا ربنا كاتب لنا ده. طب ما انت كنست فلوس بمقشه طول عمرك، ده انت كنت ما حدش وكيله قدك. اجي اقول لك انت عملت ولا ما عملتش؟ ما ربنا يبارك لك، عملت افلام وعملت مسلسلات وعملت برامج وعملت افراح وعملت ميديا وعملت كل حاجه. الشباب ربنا كرمهم طالعين من تحته وشقيوا وربنا اداهم، انت متضايق ليه بقى؟
انت متضايق ليه؟ طب خلينا بقى نخرج من بس صاحب وخلاص. الصغير تمام المتشاكل، تمام بما اننا بنتكلم على التاريخ، تمام اتغني لنا حاجه من ايام الزمن الجميل كده نروق اعصابنا. ماشي. نقول نقول للنجم اللي انا بحبه جدا ده استاذ حليم حافظ طبعا. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل، سلم سلم، ده انا يا معيون عليك سألوني، ويا ما بتألم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، واوصف للناس الجنة وانا في النار، غالي عليا وضيع عنايا، ارحم عذابي معاك. الله على الجمال. خليني أخرج بقى من حتة المشاكل تمام ونروح إيه لأصحابك. ماشي. هل بتحس براحة نفسية إن أنت خرجت من توب حسن شاكوش وبقى ليك اسمك لوحدك وحمو بيكا، ولا بتحس إن ده خسارة؟ بصي الموضوع ده يعني سؤال مهم، انا مش عارف اجاوب عليه ازاي بصراحة. يعني قلت لك أسئلتنا كلها جريئة النهاردة، أنا ابتديت معاك بالراحة هو دلوقتي احنا في الاصل ما كناش تيم، ما كنتوش مع ما بعض. كناش تيم مع بعض. يعني انا راجل، انا جاي من سكة وحسن جاي من سكة وبيكا جاي من سكة. الجماعة الاول بيكا وحسن عملوا نجاحات مع بعضيهم ولقيتهم مقصرين على غنى العادي، فقلت انا المركب دي لازم اركب فيها وابصم فيها، فربنا كرمني وركبت فيها وحققت فيها نجاحات. الاول انا كنت مع حسن شاكوش، فاكر ان احنا هنكمل المسيره، يعني هنكمل المسيره مع بعض، اللي احنا نجحنا نجاح مهول، نجاح واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه مع بعض نجاحات، وجابت ارقام تخض. بس ما كانش في ما بينكم اتفاق. لا كانش في بينا اتفاق حسن. وده حقه، ده حقه طبعا. لقيت اللي هو بيبدا يبص ل لايه مش لمصلحته، هيبدا يعمل حاجات برايه، فاهمه وجهه نظري؟ واللي احنا مش معتمدين على بعض، فطبيعي جدا انا برضو كنت ابص لنفسي بس. فبدات اتجه اللي انا اعمل لعمر اسمه منفصل جدا، والحاجات بتاعت رمضان اللي فات واللي قبلها واللي قبلها والحاجات دي كلها ساعدتني في كده، اللي انا بقى يبقى ليا كاركتر لوحدي. بس ترد على الناس اللي بتقول المهرجانات موضة وهتنتهي ايه في ابدا كلمتين؟ استحاله. لا دي مزيكة العصر، دي موسيقى العصر الجديدة، لون مزيكة جديد العصر الجديد. طبعا طبعا. اوقات بنلاقي على السوشيال ميديا الناس بتقول، مستعد للسؤال، النجاح الكبير المفاجئ اللي حصل لعمر كمال خلاه مغرور وعنده كبرياء حبتين. خالص ابدا، تشوف نفسك كده؟ لا خالص والله العظيم انا عمري ما كنت مغرور ولا اعرف سيرة الكبرياء ده خالص، مش عندي الحتة الناس دي خالص. بتقول كده ليه؟ عشان انشغلت شوية، ركبت عربية كويسة، ما بقيتش وسط الناس زي الأول، عشان هو ظروفك بتحتم عليكي كده. يعني أنا مثلا كنت ساكن في منطقة مثلا معينة، فعزلت المنطقة تانية، وأنا ماشي مثلا الراجل ممكن يهرج معايا يقول لي يا عم راح فين وسيبني، يا عم أنت بقى أول ما ربنا كرمه هتتكبر علينا. هو أنا ما اتكبرتش، بس ده حاجة طبيعية، اللي أنا ممكن أمشي من حتة لحتة عشان أنا مثلا الناس عرفت بيتي كتير، فالناس بقت تجي لي، بس أنا ما اتكبرتش، رقمي زي ما هو. الناس تحكم عليا في مقابلتنا في الشارع بقت عاملة معايا إزاي، أنا غيرت تقول يعني. ترد عليهم تقول لهم ايه في ملخص سريع؟ على مين؟ على الناس اللي بتقول انك مغرور. لا استحاله، زي ما انا خالص، انا ما اتكبرش على الناس اللي عملتني يعني. نروح لفقرة تانية، احنا كده خلصنا فقرة تمام ضرب نار، تعالى دلوقتي نروح ليه قلت كده ليه. ماشي مستعد؟ يلا. طيب اول حاجة قلتها، بطلت اصلي في الجامع عشان الناس عاملوني كأني كافر، ايوه، قلت كده ليه؟ عشان بخش الجامع الناس بتبص لي بصات كاني راح افجر نفسي في الجامع. هو ده ايه اللي جابه هنا؟ ده بقول لك، واحد بيقول لك خش انت صلي جنبه عشان انا ممكن ربنا كاني نجس مش متوضي، فقلت كده وما روحتش تاني الجامع. بس دي علاقتك مع ربنا، ما هو الناس بتضايقني، ملهاش علاقة بالناس الناس يا عم. بتضايق. انت خش مكان، خش طبعا مش بقارن الجامع بالعياده، بس خش عياده عند دكتور الناس كلها قاعده بتبص عليكي كانك انت عندك جدري مثلا، يعني هتخشي تعالى تروحي العياده تاني؟ لا مش تروحيها تاني. يعني انت ما بتصليش صلاة لا الجمعة، صلاة بصلي في العيد، بيتي بقى، رمضان؟ بصلي في بيتي. انا بقيت بصلي في بيتي، الناس ما مش بتبص لك ان انت مسلمه، بتبص لك ان انت واحده مش تبعهم خالص. والله العظيم كمان مره بطلت اروح الجامع والله. وده ما ادالكش ان انت يعني شجاعة او الجرأة
دي حاجة بينك وبين ربنا، الناس هتهمك فيها في ايه؟ بالتاني بقول لك انا بروح الجامع، ناس بتبص لي بصه استحقار، بصه قرف، بصه اللي انت مش تبعنا. غلطان يا عمر، ليه غلطان؟ ليه؟ لا غلطان والله والله، العظيم مش غلطان. لازم تفكر في الموضوع ده مرة انت تانية. نفسك مكاني بس مش غلطان والله. وبعدين انا علاقتي بربنا بيني وبينه بقى مش تفرق جامع من بيت، انا ربنا عالم بقلبي. نروح للسؤال التاني، وقلت كده ليه كل نجوم مصر غنوا ورا رقصات؟ اشمعنى ده؟ عشان بقول لها بتاع الرقصات، يا بتاع كل حاجه، يقول لك يا بتاع الرقصات يا بتاع الرقصات. انا بس عايز اقول حاجه من خلال اليوم السابع والله العظيم، وانا مش عارف اقول كده. انا ممكن انزل يقول لك انت فلوسك حرام وبتاع رقصات. طب انت تعرف انا بعمل ايه لله؟ انا ممكن يكون واحد والله العظيم بتحصل، والله العظيم بتحصل، يكون محتاج عمليه مثلا ب 120000 جنيه، ب 120000 جنيه، اوكي، غسيل بقى، كلى، حد في السرطان، محتاج مبلغ كبير جدا، وانا مثلا معايا ناس شغاله، ممكن اقول له مثلا ايه، ما اقولوش ده تبع عمر كمال، حد مثلا يكلمني من بعيد يقول له مثلا انت بتديني رقم الحاله دي، يروح هو يسال على الحاله دي يلاقيها فعلا دي مثلا محتاجه. انا ممكن انزل اشتغل لحد ما اجمع الحاله دي المبلغ ده، اجمع الحاله دي المبلغ ده. ممكن انزل اشتغل في رمضان عشان في ناس محتاجه فلوس، فانا انزل ابعت لهم فلوسهم دي. محدش يعرف ما هو، والناس دي ما تعرفش العمر كمان هو اللي عامل العمليه، ولا يعرفوا اصلا ده جاي لمين. بس بيقول لك اصل ربنا ما يقبلش غير طيب، وانت مالك انت؟ ربنا هو اللي هيحاسب. طيب سؤال كمان، فقلت كده ليه؟ أول لما بحس إني بقرب من مربع الزواج بحس إني متضايق ومش مرتاح ومقيد. شخص مودي جدا، ومن الممكن إن أنا ما استحملش مرأة بهذا الطبع. لا انا قلت كده يعني عشان انا في حياتي محدش وقف معايا غير ربنا سبحانه وتعالى، فانا عندي مش بقول عقده، بس انا لما كبرت وحياتي بقت احسن، انا ممكن مش عايز حد يشاركني في الحياه دي. كان عندك علاقات فاشلة كتير؟ لا يا ريت كان عندي علاقات فاشله. انا اصلا يعني انا في فتره من الفترات كانوا انا يعني من كتر حالتي المبهدله محدش اصلا كان اصلا بيقرب لي، يعني مفيش علاقات اصلا في حياتي، محدش، ما كنتش مش ملحق اصلا اعمل علاقات. انا كنت شقيان، واحد مرمي في الشارع الليل نهار، شغال وشقيان، شغال في بنزينه، شغال في اتناشرات، اروح انام 8 ساعات في على ال 12 ساعه عشان اصحى اروح على 12 ساعه. كان حياتي كده، ما فيش اصلا عندي رفاهيه ان انا احب اصلا، ولا علاقه تفشل ولا علاقه تنجح. طب وبعد الشهرة؟ حسيت ان انا قمت بحياتي لوحدي، عايز اكمل لوحدي. مفيش ستات حاولت، بنات حاولت؟ كتير بقى خلاص، ما انت مش عشان انا كعمر، عشان معاك عربيه، عشان معاك فلوس، عشان مشهوره، عشان ايه ده الكلام اللي بيتقال في الأغاني؟ صحيح بقى، حقيقي اللي جدا، هو ايه بقى؟ اللي هو انت بتقول دلوقتي عشان معاك عربية عشان معاك فلوس. بالظبط. انا بيتعرض عليا كتير، وانا كل مجالاتي بقى فيها بنات، في الكباريه، في قاعه الافراح، في اي حته. فيعني اللي هو ايه، مش عايز حد يشاركني حياتي عشان انا بداتها لوحدي بس. آخر حاجة هسألها لك، اوكي. فقلت كده ليه يا ابو كرش حاطط على صورتي علامة غلط كأني واحد إسرائيلي؟ مش متخيل التفكير. لو قفلت تراكي هتقوم حرب، وهقفل لك كل تراكاتك اللي أنا مشترك فيها. لا هو ده بيك قلته لمين ده أصلا؟ عمو بيك، بص ما تقولش كده بالظبط. انا كنت بس هو بيضايقني جدا، ما اعرفش، بيقول لك انت ابو قصه ومش مش ابو قصه والكلام ده كله. عشان كده رفعت شعرك؟ عشان كده بقى شعر. لا فانا بقول يا بيك ما ينفعش اهزقك اقول لك يا تخين يا ابو كرش، ما ينفعش اقول لك كده، عيب. طب نقول بس لبعضينا انتوا على طول بتناكشوا في بعض. بهزار والله العظيم، بس الخناقه دي كانت بجد والله. الخناقة دي كانت بجد؟ طب وخناقة السحور بتاعت ال 3000 جنيه كانت بجد؟ لا اللي حقيقي والله العظيم، هو انا بسال، انا بصحة ربنا كنت عازمهم، انا اللي كنت عازمهم. انت اللي كنت عايزه ده ده حقيقة. اللي على السوشيال ميديا يا جماعة من يومين، شفنا حمو بيكا وعمر قاعدين بيتسحروا في مدينتي، صح؟ انا كنت عازم، فانا دخلت اعمل حمام في الكافيه، فقلت له الشيك كام عشان احاسب، قال لي 3200 مش عارف 4، قلت له خلاص بقول لك ايه، ادخل بيه على حمو بيك، ادخل بيه على حمو، كانك انت ما تعرفنيش، انا عمر كمال، تعرف حمو بس هو النجم. فدخل بقى بيعرض عليه الشيك طبعا، وبيعرض عليه الاسماء بتاعت الاكل بالانجليزي طبعا، بيبقى مش كانش عارف يعني، فعمل رد الفعل ده. ومين اللي دفع في الاخر؟ انا دفعت طبعا. عمر بجد نورتني، ربنا يخليك يا بجد عمر، فعلا نورتني في تلفزيون يوم السابع، ربنا ودمك يخليك، خفيف ربنا يخليك. وقلبك ابيض. وقبل ما ننهي تغني لنا ايه؟ قبل ما ننهي اغني لكم ايه؟ انا ما خدتش الاغنيه بتاعتي لوحدي على فكره. طب اغني لشروق بقى، بس كده نغني لشنو؟ لشروق. اقول لك هو اسمي نغني لشروق، يلا نقول لك
سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود على القيمة، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري غير شروق. ما فيش، كل سنة طيبين، ومبسوط جدا انا كنت معاك والله. وانت طيب ونورتني فعلا يا عمر شكرا في جدا تلفزيون ليك، يوم السابع، وكانت الحقيقه حلقه جميله جدا جدا، شكرا جدا ليك. مليانه بقلبك الابيض، مليانه بكلام جريء وكلام كله ثقه ربنا من عمر يخليك يا رب. كمال. وخليني اخد الفرصه واشكر الصحفي والمعد عادل عبد الله على كل النجوم اللي بينورونا من خلاله الحقيقه، شكرا ليك مره تانية. واخيرا شكرا لكل اللي بيتابعوا تلفزيون يوم السابع، واستنونا في لقاءات جديده ومختلفه بس من تلفزيون يوم السابع. كنت معاكم شروق أجدي، وباي باي.